في التقرير ده يكون معانا نادين جاد بتكلمنا عن تعليم الأطفال والمراهقين، يعني إتيكيت التعامل والاحترام. تعالوا شوفوا التقرير ونرجع نكمل حلقتنا. نادين جاد، خبير اتيكيت، بدرس اتيكيت في الازهر وفي مكتبات مصر الجديده. وابتدى الموضوع ده من حوالي 7 سنين، ان احنا ابتدينا ندخل للاطفال ونشوف نعوض الجزء بتاعهم، لان لو جه الاتيكيت لما بيتعلق او بابنائنا او ولادنا فده بيبقى حاجه ضروريه جدا، لانه بيفرق في شخصيه الطفل، ان هو بيديله ثقه في نفسه، بيتصرف بطريقه ما تحرجش اللي حواليه ولا يحط نفسه في مواقف محرجه. ازاي اعلم الاطفال من سن صغير الطريقه المظبوطه للمشي او للقعده او للكلام او للتعامل مع الاخرين؟ ازاي ياكل؟ اداب تناول الطعام بالمعلقه والشوكه والسكينه والفوطه واستخداماتهم المظبوطه. المفروض دي المبادئ الاساسيه اللي الولاد بيتعلموها. وبرضه من ضمن الحاجات للسن الصغير الكلمات السحريه، احنا بنعلمهم ثقافه الاعتذار، ان هو لما يعمل حاجه يعتذر، بنعلمه ان لما حد يقدم له خدمه المفروض ان هو بيشكره عليها، ان ما يطلبش اي طلب غير لما يسبق الطلب ده كلمه من الكلمات السحريه اللي هي زي مثلا من فضلك، بعد اذنك، لو سمحت، عشان الولاد ما يتصرفوش بعشوائيه. 6 سنين يبتدي يبقى أنا أقدر أوجه له معلومة، يعني أقول له المعلومة ويحتفظ بيها ويتفاعل معايا. ولكن ده دوري كبدرس إتيكيت أو دور المدارس أو الكورسات، ولكن دور الأهل بقى هو بيبتدي من أول ما الولاد بيتولدوا. ليه؟ لأن دايماً الأطفال مراية أهاليهم، فعلى حسب تصرف الأهل بيكون تصرف الولاد. يعني الولاد بيلبس ايه، بيتكلم ازاي، لغة الجسد، البادي لانجويج بتاعه بيبقى ازاي، ده أنا ببقى عارفة خلفية البيت ازاي. أما قواعد الاتيكيت بالنسبة للمراهقين فبتختلف نوعا ما، المساحة بتكبر شوية، لأن بيبقى فيه المساحة الشخصية في التعاملات. المفروض ان هو كبر، فبيروح عزا، بيروح فرح، بيروح يزور في المستشفى، بيبقى ليه صحاب، بيبقى ليه معارف، ازاي يتصرف مع جيرانه، ازاي يتصرف في المواقف المختلفه، في الاسانسير، في المسرح، في السينما، في الحمامات العامه، في النادي، في المدرسه، ازاي يتعامل مع كبار السن، مع اصحاب الهمم. يعني هو خلاص وصل لمرحله كل خطوه محسوبه عليه، فاحنا ما ينفعش يجتهد، فاحنا بنديله الكتالوج المفروض ان هو السن المراهق يمشي عليه، يعني لغايه بقى ما بيوصل للمرحله اللي بيؤهل فيها ان هو ازاي يعمل انترفيو عشان يدخل مجال العمل. انواع الاتيكيت، في عندنا اتيكيت حركي، وده في الحركه، ازاي اتحرك بشكل لائق ما ضايقش اللي حواليا. وفي الاتيكيت اللي هو التعامل مع الاخرين، وفي الاتيكيت الصامت اللي هو بيكون بالنظر، ان انا مثلا ما ينفعش ابقى ماشيه في الشارع ابص لعيون كل الناس اللي في الشارع. في اتيكيت المساحه الشخصيه، ان انا يبقى عندي مساحه شخصيه احترمها واحترم مساحه الناس الشخصيه، ان انا يبقى في بطول الدراع داير دي مساحتي، المفروض ان اي حد يقتحمها انا بعمل له حدود. في انواع كتير، في اتيكيت مهني، وده بيبقى للفئه اللي بتتعامل بتقدم خدمه، زي مثلا خدمه العملاء او ستاف المضيفين او ستاف المذيعين او اللي هم بيتعاملوا مباشره مع الناس، ده برضو ليهم اتيكيت. فهو الاتيكيت في كل حياتنا، هو مش مقتصر على طبقه معينه، والمفروض ولادنا كلهم يعرفوه، والمفروض احنا نتعامل. يعني انا اعتقد ان انا لو ابتديت مع اولادي ان انا يشوفني وانا بقول حضرتك، وانا بقول من فضلك، وانا ببتسم، ازاي بتعامل مع الناس، ده مهم جدا ليهم، لان هينفعهم في حياتهم، وهم ولادي لما هيتعلموا كده فهينفعونا كاهليهم، وهينفعوا بلدهم في الاول في الاخر يعني. فده هيبقى العائد بتاعه حلو جدا على الكل.